هادر درك انت هادر هادر درك هادر حامي عاروح حامي عاروح هادر 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 لا هادر سي بون اوعى نعتذر على انقطاع الصوت والصوره تاع الراجل هذا. تشوف لي يا بنادم كيفاش كيمشي للملعب حبيبي، تحيه لخوتنا القبيليين الحريه الجمهوريه القبائل. دا ميساج شيك مامر كانوا كيضحكوا على ملعب اكادير وكانوا كيحلوا فمهم على جنبات ديال ملعب اكادير. تشوف لي يا بنادم هابط من الجبل معلق في الجبل بحال المعيز، كيفاش هادو كيهبطوا من الجبل؟ تشوف لي الطريقه اللي كيمشيو بها للملعب. ايوا المغرب راه بدا في اصلاح جنبات ملعب اكادير، ملاعب قرب حدائق مقاهي ريستورات بدا كيانفيستي. ما غاديش نوريكم داكشي حتى تسالي الامور وعاد نهضروا. يلا تعاند مع المغرب حتى انت ونقد هاد الناس هادو من هاد التعلق اللي معلقين في الجبل. انفيستي لخوتنا شويه قبيليين وخسر عليهم الاموال ديالهم، ولا كتعرفوا عاد تسرقوا ما كتعرفوش خدموا نجوم. يلا تعاند مع المغرب واش تبدا تصلح. بنادم معلق في الجبل بحال المعيز وما داخلش سوق راسكم، كتساليو معنا بهاد حلال الفم وتخرج العينين وانت عايش في كارثه. والارض حبيبي راه تشير، عرفتي منين طيح شي شيوه مالهم عبقاو هبطوا على رجليهم ولا هزر الله يقع حبيبي هاتا تما من راس ديال الجبل زلقه وحده حتى في الملعب. هاديك راسك حدا محرزو فين ما نشوفوكش ولا الله ما كاين عز الزحليقه كان هنا. دابا خرجوا اخويا قال لك دابا لا شي حنا درنا القجع ديالنا. كيفاش حنا درنا فوز القجع ديالنا؟ كيفاش هاد القضيه هادي؟ وتبعنا القجع كيفاش دار نجح وشفنا المسار ديالو كيفاش مشى ونجح حتى حنا نديرو بحالو. دابا هاد القجع عندكم شنو هو في المغرب؟ وزير حتى حنا المصدي درناه وزير. اه ومالكم عادتوما اللي ديروا فوز القجع وزير حتى حنا درناه وزير. حيت دابا ملي يولي وزير يوليو يخافوا منه، ملي يبقى يمشي للكاف يبقى يقول لهم انا راه وزير يبقاو يخافوا منه ويترعدوا منه. بحال القجع دابا حيت القجع ولا وزير ولاو كيخافوا منه. واش على اللي شافته غنو خصها منه ولا صافي رديتيه وزير صافي راه نجح افريقيا كامله عتولي تخاف منه. يكون خليتو التونسي يدخل معاكم في الانتخابات ملي صافي راه ولا واعر وكلشي غيصوت عليه دخلوك وخليتو التونسي. علاش فرضتو على قيس التعيسي يسحب الملف ديالو؟ ياك كلشي غيصوت عليكم راه ولا وزير وعيبقاو يخافوا منه. كون خليتو التونسي يدخل معاكم في الانتخابات علاش فرضتو على قيس التعيسي؟ وخارجين بوجهو محمر كياكدوها زعما ماشي اي تخزنوا ولا لا. قالك سيدي فوزي رجع دازا هو وزير حتى حنا نديروه وزير باش دابا من يولي وزير غيبقاو يخافوا منه. ما يبقاش يقولوا انا رئيس الفيدراليه، يبقى يقولوا انا الوزير ديال الجزائر. ودابا يطولوا يعجبكم، دابا يطولوا يعجبكم. ولا يختلف اثنان بان قطاع الرياضه يعج بالمشاكل ويعج بالعديد من النقاط. أتكلم عن قطاع الرياضة عموما. الكثير يعتبر بأن وليد صادي من الأسماء المناسبة لهذه المهمة. لماذا؟ نظرا لخبرته العميقة في تسيير أعلى هيئة كروية في الجزائر. من خلال منصبه الجديد سيكون وليد صادي قادرا على تنفيذ هذه الرؤية بشكل أوسع والعمل على تحقيق التميز سواء على الصعيد او سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي، مع التركيز على نقطة مهمة ومهمة جدا وهي تعزيز مشاركة الجزائر في المنافسات الإقليمية والدولية وحماية مصالح الجزائر خارجيا. هذا من جهة. من جهة اخرى، تعيين وليد صادي وزيرا للرياضة يعتبر خطوة هامة في تعزيز الدبلوماسية الرياضية الجزائرية. لماذا؟ قد يتساءل الكثيرون. لأن علاقات صادي القوية مع رؤساء الاتحادات الإفريقية، بالإضافة إلى علاقاته الواسعة مع لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ستساهم لا محالة في تعزيز مكانة الجزائر في القارة السمراء. هذه العلاقات ستكون بمثابة حجر الزاوية في استعادة هيبة الجزائر على الساحة الإفريقية التي فقدتها خلال السنوات الماضية نتيجة لظروف محيطة آنذاك. بفضل منصبه الجديد سيكون وليد صادي في موقع يمكنه ويتيح له استعادة هذه الهيبة وتعزيز النفوذ الجزائري في الكاف. هذه الخطوة أيضا تعتبر تعزيزا لموقف الجزائر في مواجهة النفوذ المتزايد للمغرب داخل الكاف. أقصد بهذا فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم الذي يشغل في نفس الوقت منصب الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية في الحكومة المغربية. استغل منصبه الحكومي لتحقيق أهداف سياسية من خلال استعمال الأموال والامتيازات لكسب ولاء بعض المسؤولين الرياضيين الأفارقة، وهو الذي فعل الكثير وفعل العجب العجاب في دواليب الكاف. هذا ما جعل فوزي لقجع لاعبا رئيسا في الكواليس الإفريقية.
هذا التعيين أو تعيين وليد صادي سيكون بمثابة الضربة الموجعة لأعداء الجزائر، وهي بداية قوية لعودة الجزائر لمكانتها خارجيا، طبعا خدمة لماذا؟ خدمة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري أولا، وخدمة لمصلحة الأندية الجزائرية المشاركة قاريا. ملك جعلي راهو دوكا وزير المالية، منتدب تاع المالية في في الدولة في في, في المغرب، او ميم طون مومبر دو لا كاف او مومبر في لا فيفا ثانيك، وحدا ما تمنع. بين الأسئلة التي تثار في مواقع التواصل الوسط الكروي رفيق واحد، هل يؤثر تواجد وليد صادي بحقيبة وزارية ذو خلفية او ذو طابع سياسي على منصبه في الفاف والكاف استنادا للوائح الكاف والفيفا؟ احنا نتكلموا اولا بالقياس، عندك فوزي لقجع وزير الماليه في المغرب وعضو في مجلس الفيفا، اعتقد انه ما كانش هناك مانع للفيفا انه تقبل بوجود عضو فيها بمنصب ورتبه وزير. رفيق واحد، ما كتشوفش مزيان؟ هذه فهمناها وعرفناها، شفناك اكثر من مره داير نضاضر وكتخشي التليفون في وجهك، نقولوا ما يجي مشكل، ولكن باش تكون ما كتسمعش عاوتاني مزيان راه ما هذيك كارثه، ما تشوف ما تسمع. السيد سولك على وليد صادي، ما سولكش على فوزي القجع، ولا نتوما علقتوا وليد صادي ديالكم فوزي القجع، باغي توصلوا للمرتبه اللي وصل لها فوزي القجع ما توصلوهاش، راه ماشي معناتها رديتوه وزير صافي راه وصل للمرتبه ديال القجع وراعي يدير نفس داكشي اللي دار القجع. والايام بيننا، اما بعيده عاخنش لا، كلشي راه قريب، دابا يطولوا نفكروكم، وملي تفشلوا فشي حاجه وتحملوا المسؤوليه للمغرب غادي نقول لكم فينا هو الوزير، فين مشى السي الوزير ديالنا؟ علاش ما اعتقكمش من هذا الفشل؟ نتمنوا ما تحملوش المسؤوليه عاوتاني لفوز القجع والمغرب، ملي تخسروا شي خساره اولا تفشلوا فشي ملف، راه يجي الوقت وغنفكروكم. بغيت نوريكم واحد الفيديو ديال واحد الاستاذ تونسي اللي عنده واحد البرنامج ودائما كيقلب على الشركات المغربيه في اي خطوه ولا في اي نجاح كيديروه، وكيجي وكيتكلم على هاد الشركات المغربيه وعلى الخطوات اللي كيديروا، وبطبيعه الحال التوانسه راكم عارف ضروري علاش هاد الشركه المغربيه نجحات ودارت وكذا، والشركه ديالنا فلان فلانيه ما دارتش وما نجحاتش، ضروري ما يقارنوا راسهم بينا، ولكن بغيتكم تركزوا لي على هاد الشركات المغربيه اللي خدامين في الدق والسكات، وكيفاش ولاو كيتجهوا للعمق الافريقي، ولاو كيستثمروا، ولاو كيديروا صفقات قويه، وهذا راجع للمبادره اللي اطلقها ملك البلاد الله يشافيه، واللي خلات الشركات المغربيه يتجهوا للعمق الافريقي ويستثمروا فيه. غود دو لافريك، باش تاخذنا ليبيريا. ليبيريا اللي شركة مرسى ماروك، مرسى ماروك اللي هي شركة قابضة مكلفة بالجستيون تصرف في المواني في المغرب، واليوم خرجت من المغرب الشركة هذية واخذت الكي ان تيرمينال 1 و 5 في البناء اللي هو كانوا بوندون تري لونتون تبع انفيرس البول اوتونوم دونفيرس، واليوم دخلهم على الخط وتمكنوا باش ينيغوسيو مع الحكومة متاع البنين، وتمكنوا باش ياخذوا تحت التصرف نتاعهم التيرمينال 1 و 5 في البنين في كوتونو. ما كفهمش هذايا، يقول لك الربح يجيب الربح. كملوا في دون سونس ومشاو لليبيريا المونروفيا، حيث امضاو عقد مع ليزوتوريتي نتاع بورتوير في ليبيريا باش يتصرفوا في المواني الموجودين في ليبيريا الكل، وخاصة في الجنوب الشرقي نتاع ليبيريا في بوكانان اللي هي فما فيها ان تيرمينال بوليفالون قاعدين يطوروا فيه، كي خذاوه التيرمينال هذا كان ما في حد شيء، وتوا قاعد باش يحبوا يردوا منه من اهم المواني الموجودين في غرب افريقيا. اليوم قاعدين نشوفوا دو بليز اون بليز المواني في افريقيا قاعدين ياخذوا اهميه كبيره. نعرفوا دبي وورد بورت بوندون تري لونتون قاعده دخلت في منافسه مع الصينيين في الجستيون نتاع مواني كبار في افريقيا، واليوم المنافس الجديد اللي ما كناش نسمع به بالكل هو مغربي مرسى ماروك، هذا جديد دونك ما عنده حتى علاقه بالمرسى نتاعنا احنا وسيدي بوسعيد. تضحك لان عندنا بالكيب تكنيك نتاعنا مجمع سيدي بوسعيد، داك تقول مرسى سيدي بوسعيد يعتبر انه مازال ما عملوش المرسى نتاعكم مينا ولا ترمينا تو تجي ان شاء الله. هذه المرسى نتاع المغرب، دونك مرسى ماروك باش تعمل ترمينال ديجا دونك في ليبيريا بيانتو. احنا نذكركم عندنا تو 20 سنه نحكيو على النفيذه باش نعملوا بور اوتونوم في النفيذه، باش نعملوا بور نو بروفونت وبورترادس، حتى لتو كل مره نسمع فيه حكايه، ولتو من هاليغريو مازال ما حبوش يخدموا كونفينابلمون، ولتو عندنا مشاكل مع لي كونتينر مانيش عارف وين باش توصل.
يا ربي يوصل على خير، وان شاء الله كيما مرسى مغرب مرسى تونس زاده تقف على ساقيها نهار من نهارات، وحتى احنا نهار اخر نجموش نوليو نمشيو ننافسوا في مواني اخرى افريقيه. ذكركم التكنيك ما عندنا كل ما يلزم، عندنا المهندسين، عندنا كل ما هو نحبوا نعملوه. اللي ناقص انه شويه تصفيه من ناحيه طريقه التصرف في هالمواني واكثر انجاجمون. مرسى مغرب سبق بتت مرسى تونس نهار مرات تاخذ الثنيه ورا في جرتها. والفهم يفهم. بارك الله فيكم. وهاد الساعه انتم اللي خصكم تفهموا بانكم فونديتو، والوضع الراهي اللي كتعيشوا فيه ما غاديش يخليكم تزيدوا خطوه واحده للقدام، لان البلاد ديالكم راكم عارفين شكون اللي كيسيرها. فبالتوفيق للشركات المغربيه، مزيد من النجاح، مزيد من العمل ان شاء الله. وكنقولوا للجزائريين دابا يطوال ويعجبكم، كاين فوز رجع واحد في افريقيا، واخا تعياو تقلدوه ما غاديينش توصلوا ليه، وسيبقى لكم بالمرصاد ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات.